ما تخيلت في يوم ان انا اخش مكان زي ده، مستشفى المجانين. صحيح ان انا دخلتها زاير مش نزيل، بس برضو الموقف كان صعب عليا، خصوصا ان اللي داخل ازورها في المستشفى تبقى الانسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي، ياسمين. واول ما دخلت العنبر اللي في ياسمين اتصدمت صدمة عمر. ياسمين شكلها بقى مرعب قوي، بقت عبارة عن هيكل عظمي مرمي على السرير. ياسمين بصة في السقف وعمالة تنطق بكلام غريب ملوش معنى، ده غير انها ما كانتش حاسة باللي حواليها، زي ما تكون في عالم تاني. قربت منها وقلت لها عامل ايه يا ياسمين، بس هي ما ردتش عليا ولا حتى بصت ناحيتي. صرخت فيها فوق يا ياسمين انا احمد، ومع ذلك فضلت بصة للسقف مش حاسة باللي حواليها. كان نفسي افوقها من اللي هي فيه، كان نفسي ارجعها ياسمين بتاعت زمان، خصوصا ان انا اللي عملت فيها كده، انا اللي وصلتها للجنون. الحكاية ابتدت لما قررت انتقم منها اشد انتقام، بعد ما صرفت عليها كل فلوسي. في الاخر بعتني وراحت لواحد تاني، الغيظ والغل كانوا هيموتوني، كنت عايز ادمرها باي طريقة. مرت عليا ليالي طويلة وانا عمال افكر في طريقة انتقم بيها، لحد ما دماغي ودتني للفكرة دي، فكرة الشيطان نفسه ما يفكرش فيها، ودي حاجة طبيعية طالما اخترت امشي في طريق الشر. المهم رحت لدجال عندنا في المنطقة اسمه الشيخ ايوب، الراجل ده الناس كلها بتخاف منه، اصل مفيش حد في المنطقة سلم من اذاه. حكيت للشيخ ايوب كل حاجة حصلت بيني وبينها، وانها استغلت حبي ليها وخدت كل فلوسي، وبعدها سابتني وراحت لواحد تاني. بس اللي كان مضايقني ان الشيخ ايوب ما تعطفش معايا، بالعكس ده كان شايفني راجل اهبل، الستات بتضحك عليه. بس كل ده ما كانش مهم عندي، سواء ان انا راجل مخلص للبنت اللي بحبها وهي استغلت الحب ده اسوأ استغلال، او راجل اهبل الستات بتشتغله وتاخد فلوسه. المهم عندي ان انتقم منها وادمر حياتها زي ما دمرتني. علشان كده طلبت منه يعمل لها عمل، يحول بيه حياتها الجحيم. الشيخ ايوب ابتسم ابتسامه صفرا وبعدها قال لي ما تقلقش يا احمد، هخليها تتمنى الموت كل دقيقة. وطبعا الكلمتين دول كانوا كافيين يطفوا النار اللي جواني. الشيخ ايوب طلب مني 5000 جنيه وصورة ليها يعمل عليها طلاسم متعمس، عشان انا كنت مستعجل لحظة الانتقام. فرحت له تاني يوم ومعايا كل اللي طلبه. بعد ما الشيخ ايوب عد الفلوس وتأكد انهم كاملين، مسك صورة ياسمين ورسم حواليها حاجات غريبة، ودي كانت اول مرة اشوفها على الحقيقة، مربعات جواها حروف وارقام وكلام غريب مش مفهوم، لدرجة اني معرفتش اقراه، ده غير التعويذ اللي كان بيقوله وهو بيرسم الطلاسم على صورته. معرفش ليه قلب اتقبض ساعتها ولا اللي واقف قدام ملاك الموت. وبعد ما الشيخ ايوب خلص اللي بيعمله سألته انت هتعمل ايه بالصورة دي يا شيخ ايوب؟ الشيخ ايوب ضحك وقال لي اصبر وانت هتشوف بعينيك، بس اوعى قلبك يحن، اصل اللي هيحصل لها ما حصلش لحد قبلها. مشيت من عنده وانا عمال احلم اشوفها وهي بتتعذب قدامي. عدت ليلة واتنين وتلاتة ومفيش اي حاجة حصلت، كل شيء ماشي طبيعي، لدرجة ان انا شكيت ان الشيخ ايوب راجل نصاب. بس في اليوم الرابع الامر اختلف، اصل انا في اليوم ده كنت واقف في البلكونة، ومن حسن حظي ان شباك اوضتها كان مفتوح، شفت ياسمين قاعدة على السرير وبتبكي بحرقة، وامها قاعدة جنبها بتطبطب عليها وتواسيها. في الاول ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، لحد ما امها قالت لها بكرة ربنا يعوضك باللي احسن منه. في اللحظة دي عرفت ان خطوتها اتفسخت، بعدها كل حاجة اتضحت. ياسمين خطيبها اتخانق معاها خناقة كبيرة، وصلت انه شتمها وضربها لانه عرف انها على علاقة بواحد تاني. وطبعا الحكاية انتهت بالمفسخ الخطوبة. بصراحة انا كنت شمتان قوي لما عرفت اللي حصل، وكان نفسي كل يوم تحصل لها نصيبة جديدة تعكنن عليها عيشتها. وفعلا الحكاية ما انتهتش على كده، بعدها باسبوع امي قابلت امها في السوق، وعلشان الستات بيحبوا اللت والعجن، فامي عرفت من امها
إن ياسمين خسرت شغلها اللي بقالها فيه أكتر من 5 سنين. صاحب الشغل طردها لما شك إنها بتسرقه. بصراحة أنا كنت مستغرب قوي إن الدنيا بقت تحاسبها على أعمالها السودة أول بأول، خصوصا بعد ما الشيخ أيوب عمل لها العمل. الدنيا وقفت قصادها بعد ما كانت واقفة في صفها. وطبعا أنا كل نصيبة كانت بتحصل لها كانت بتفرحني وتديني أمل في الحياة إنها عادلة وهتجيب لي حقي. وكفاية عندي إنها اتكسرت بعد ما كانت مناخيرها في السماء، بس من رغم من كل اللي حصل لها ما صعبتش عليها، بالعكس ده أنا كنت كل يوم بستنى النصيبة الجديدة اللي هتحصل لها. بعد كده بقيت أسمع صوتها طالع من البيت وهي بتتخانق مع حد من أهلها، مرة أبوها ومرة أمها ومرة أخوها الصغير. كل يوم بتحصل خناقات في البيت ودايما بتبقى هي طرف في الموضوع. كنت دايما بقول لنفسي معقول البيت الهادي اللي ما كناش بنسمع لهم صوت يتحول لمرستان، لدرجة إن الكلاب بقوا يشتكوا من كتر مشاكلهم. وبصراحة أنا لحد كده كنت مرضي وحاسس إني واخد حقي تالت وتالت، وكفاية عندي إن حياتها تحولت لكابوس، وأكيد من جواها بتتمنى إنها أرجع لها، خصوصا إنها عارفة أنا بحبها قد إيه. ما هي برضه ما تعرفش إن الحب ده تحول لكره وانتقام. بصراحة أنا كنت مستني اللحظة اللي تجيلي فيها ندمان علشان أكسرها وأعرفها إنها ولا حاجة بالنسبة لي. بس للأسف اللحظة دي ما جاتش، وفضلت ياسمين متجاهلاني زي ما تكون نسيت كل اللي كان بيننا. وده كان كل يوم بيزود كرهي ليها زيادة ويخليني أآمن أكتر من الأول إن اللي عملته معاها كان صح. بس في يوم حصلت حاجة غريبة أوي، الجيران قاموا منهم مفزوعين على صوت صريخها. صوت صريخها كان مخيف أوي، صريخ متواصل ما بيقفش. وطبعا الجيران جريوا على باب شقتها يخبطوا عليه. أمها فتحت له وهي بتبكي ومنهارة، وعلشان هم ما مقدروش يفهموا منها ولا كلمة فجريوا على أوضة ياسمين على طول. وأول ما دخلوا الأوضة اتفاجئوا بياسمين قاعدة على الأرض ولازقة ظهرها في الحيط وعينيها بصة للسقف، وكانت لحد اللحظة دي لسه بتصرخ. وأول ما قربوا منها علشان يهدوها جسمها اتشنج وبعدها أغمى عليها. بس المرة دي لما عرفت اللي حصلها ما فرحت ازاي كل مرة ولا حسيت بشمادة، بالعكس ده أنا كنت متضايق وفضلت طول الليل بأني بنفسي إن أنا السبب في اللي حصلها. صحيح أنا عايز انتقم منها بس مش لدرجة إن أنا دمرها بالشكل ده. وفضلت أدعي ربنا إن مفعول السحر الأسود ينتهي لحد كده، بس يا خسارة مش هو ده اللي حصل. ما هو الشر اللي بنعمله بإيدينا ما بنقدرش نتحكم فيه وننهيه وقت ما احنا عايزين. ياسمين بقت حالتها كل يوم تسوء أكتر من الأول، طول الوقت بتهيئ لها إن في ناس بتشتمها وتضربها لحد ما فقدت عقلها ودخلت مستشفى المجانين. أما أنا فبقيت طول الوقت شايل ذنبها وعارف إن ربنا مش هيسيبني من غير عقاب، وأكيد هيحاسبني على اللي عملته فيها. ما هو مفيش ذنب من غير حساب.